حضرتك كلمتنا عن مدينة الإنسانية اللي هي في خطة فريق بسمة للدواء. حضرتك كلمنا عنها بشكل كامل وإيه محتاجين والإمكانيات. وجه رسالة للجهات المعنية والجهات الخيرية وللناس المتبرعين. طبعا هي قطعة الأرض لسه قطعة أرض ما فيهاش أي إجراءات ولا أي حاجة، طبعا محتاجة حكاية الخطوط كلها بحيث إن إحنا نقدر نبنيها، وعندنا فعلا مدينة الإنسانية الناس كلها تتراحم داخل المدينة، ونحن كل مشردين مصر من الشارع، ونحن حتى اللي لسه هيفكر إن هو ينزل للشارع بظروفه إن هو يطول الفترة بقى في الشارع، فطبعا محتاجين كل الجهود وكل أهل الخير وكل الجهات إن هي تساعدنا فيها، تمام؟ ده طبعا لأن إحنا عندنا دلوقتي 180 مسجون داخل الدار كلهم بيتنفسوا من خلال تبرعات الناس والجهات اللي حوالينا وكل حاجة، طبعا لازم كل الناس يدعموا دار بسمة ويحاولوا يساندوا في الفترة اللي جاية بحيث إن إحنا ننهض ونقدر إن إحنا يبقى عندنا مدينة متكاملة اللي هي مدينة الإنسانية. تمام.